وأصبح صاحب هوية ممسوخة. الجزائر رمضان كريم على الأمة الإسلامية كاملة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، غبرت عليكم في هذا الشهر رمضان، ما بغيتش نعمل فيديوز، ما بقيتش كنعمل حتى شي حاجه، لا ستوري لا فيديوز لا والو. المهم جبت لكم واحد فيديو جديد ديال محمد حسان، شنو قال على الجزائريين، بالخصوص الكراغيل الجزائريين، شنو قال عليكم. سمعوا العلامه المصري محمد حسان شنو قال على الجزائريين. سبكم زعما ما خلاش فيكم. تحياتي لك محمد حسان، اللي عارف الحقيقه، اللي عارف شنو كاين، اللي عارف الشيعيين شنو كيقولوا. الجزائر راه شيعيين ماشي اسلاميين، الله يحفظ. راه هادشي اللي قال عليكم محمد حسن، سمعوه شنو قال عليكم. الشعب الجزائري صار شعبا متفرنسا لا هوية له، واصبح صاحب هوية ممسوخة، لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الاسلام. والله لقد رايت عجبا عجابا. سمعوه كنشوفوا شنو كيقولوا عليكم. اما احنا عليكم والله ما نقولوا شي حاجه عليكم، احنا عارفينكم شعب ممسوخ، كما قال الشعب، كما قال الشيخ محمد حسان، الشعب ما عنده حتى شي هويه، مره هايده مره هايده مره هايده. انتم هادشي اللي كاين الاخوان، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، الله يرضى عليكم، يوصل شي 100000 مشاهده ولا 100000 لايك فيما بغى يوصل.